تندفع بهذه الصورة. 16 رأسا، 6 أفراس و10 جيات تتنفس في ثاني أشواط أمسية كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للخيل العربية في اليوم الثاني. هنا اندفاع وتقدم لتاج الشبيجة في الصدارة في المرتبة الأولى من الخارج في محاولات أمسياتي من الداخل، كذلك هدال يأتي في المنتصف ثالثا. هنا تاج الشبيبة في المرتبة الأولى يتقدم بهذه الصورة بطول ونصف الطول مطاردا هدال في المرتبة الثانية. محاولة قدوم كذلك رائد البحر المركز الثالث وتأخر لأمسياتي وقدوم كذلك لعبية الشيف في المرتبة السادسة، وكذلك محاولات من بقية الأسماء في الصدارة بهذه الصورة لتاج الشبيبة في الصدارة دار المرتبة الأولى. دخول من هدال يأتي لانتزاع الصدارة، هنا مراحل الحسم، هدال ينتزع الصدارة مع قدوم رائد البحر في المرتبة الثانية. هنا التقدم لهدال المصنف 75، هدال يتقدم برفقة خالد الميموني، يوسع الفارق هدال يتقدم، هنا هدال يوسع الفارق، هدال يتقدم للصدارة بما حضور ومحاولات من رامز جودة إلى السياج في المرتبة الثانية. فيما هذه الصورة هدال مستوى نتيجة قيادة مميزة من خالد الميموني. ألف المبروك لمربط المعتزة والمدرب حرس الغربي وللقيادة المتميزة لخالد الميموني. سيداتي سادتي، إذن ثاني أشواط أمسية كأس الأمير سلطان.